نشرة والأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: هزة أرضية بولاية ميلا صباح اليوم بشدة 4.9 درجة على سلم ريشتر، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر كلا من وزير الداخلية ووزيرة التضامن الوطني بالتكفل بالمتضررين جراء الزلزال. وصول أولى المساعدات التي أقرها رئيس الجمهورية إلى العاصمة اللبنانية، أين حطت الطائرات العسكرية الأربع التابعة للقوات الجوية الجزائرية محملة ب200 طن من المساعدات الإنسانية. مئتا مواطن يغادرون المؤسسات الفندقية بمستغانم بعد انقضاء فترة الحجر. وتواصل عمليات المراقبة والردع للمحال التجارية المخالفة للإجراءات الوقائية. أهلا بكم من جديد. بداية، سجلت في حدود الساعة 7:15 من صباح اليوم هزة أرضية بولاية ميلا بلغت شدتها 4.9 على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد بكيلومترين جنوب شرق حمالة بميلا. هذا وأمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو، أمرهما بالتنقل فورا إلى عين المكان لمعاينة حجم الأضرار، وهو ما أكده الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد خلال مداخلة هاتفية في نشرة الواحدة. هذا وسادت حالة من الهلع وسط المواطنين جراء هذا الزلزال الذي لم يخلف ضحايا. الهزة كانت قوية والديار تحركوا منا، الناس تخلعت والحمد لله ما كانش خسائر مادية، كان الناس تخلعت، ضرت الناس مريضة والحمد لله جات سلامات. هي هزة أرضية قوية بزاف للخطرة هذه، أكثر من الخطرة اللي فاتت، والحمد لله ما كانش أضرار على ما أظن. وشنو هزة أرضية قوية وحسينا بها جميع السكان تاع حمالة هذه، قوية 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 بزاف. شهدت ولاية ميلا هزة أرضية بدرجة 4.9 درجة على سلم ريشتر، وحسب مركز الكراك حددت مركز الهزة الأرضية القوية نوعا ما بجنوب شرق بلدية حمالة دائرة الجرار مقوقة. لحسن الحظ ما عندناش خسائر بشرية، ما عندناش خسائر في الأرواح. بالنسبة للمصالح الحماية المدنية راهي مجندة، وراهي قامت بعمليات معينة لبلدية حمالة ودائرة الجرار مقوقة وسيدي مروان. بالنسبة هناك خسائر مادية، هناك تشققات في منازل المواطنين. وقد أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن مصالحه ستتكفل بكل ضحايا الزلزال. بالطبع اليوم وقع زلزال بهزة أرضية على كل حال على سلم 4.5 على ريشتر، ومنذ حين يعني حوالي الوحدة غربة كذلك هزة اقتصادية. فالحمد لله لم تكن هناك خسائر بشرية، بل كانت بعض الخسائر المادية فيما يخص السكنات وطرق ففي جنوب كما قلت جنوب بلدية حمالة. فأما فيما يخص سد بني هارون، الحمد لله لم نسجل أي خسارة يعني أو خلل تقني أو خلل من نوع آخر، الحمد لله السد في سلامة. ففي الحقيقة هو منذ الصباح يعني السيد رئيس الجمهورية أعطى أمر للوزير الداخلية ووزير التضامن، فانتقل إلى المكان وطلب مني أنني أبقى يعني باستمرار باتصال مع السلطات المحلية ومع وزير الداخلية.
كذلك أعطيت يعني أمر أنه كل الإمكانيات والوسائل تتوفر لمساعدة سكان إخواننا في المنطقة في ولاية ميلا. فغدا إن شاء الله ستكون يعني كل حاجيات التحم يعني كل الأشياء متوفرة لمساعدتهم. فيما يخص بعض السكنات المتضررة فأعطينا توصيات بسرعة يكون برنامج سكنات ريفية خاصة في المناطق الريفية برمجت هذه السكنات بسرعة. في ما يخص كما قلت الطرقات هناك ترميم بعض الطريق اللي كانت متضررة في هذا المجال، وكل الأشياء التي يجب أن نقوم بها سنقوم بها وأبقى أتابع كل دقيقة تطورات هذه الوضعية، وإن شاء الله ما يكون إلى الخير ونمر إلى حماية مواطنينا كما واجب الدولة. شكرا جزيلا. وللإشارة فإن الزلزال لم يخلف إلى حد الآن أي خسائر بشرية. هذا وسجلت عند منتصف النهار وثلاث عشرة دقيقة هزة أرضية ارتدادية بميلا بلغت شدتها 4.5 على سلم ريشتر حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وحدد مركز الهزة بثلاث كيلومترات جنوب حمالة بالولاية نفسها. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حطت اليوم تباعا الطائرات العسكرية الأربع والتابعة للقوات الجوية الجزائرية بمطار بيروت الدولي محملة ب200 طن من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت. الطائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، وطائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، وطائرة محملة بالمواد الغذائية، وطائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها. هذا وخص الوفد الجزائري المتكون من أطباء وجراحين ورجال الحماية المدنية باستقبال من قبل وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور حمد حسن. بعد استنفادهم فترة الحجر الصحي غادر أزيد من 200 مواطن تم إجلاؤهم سابقا من دولة قطر، غادروا المؤسسات الفندقية بولاية مستغانم على متن حافلات نحو إقاماتهم السكنية. كميل حمون. أزيد من 200 شخص يغادرون مراكز الحجر الصحي بولاية مستغانم بعد إجلائهم من دولة قطر ليلتحقوا بأهاليهم دون تسجيل أي إصابة. قاموا بنا الله يبارك، ما خصنا والو، واليوم إن شاء الله رانا مروحين إن شاء الله للصيف، إن شاء الله نوصلوا بخير وعلى خير. نتمنى الناس اللي مازالوا عالقين يجيوا إن شاء الله كما جينا حنايا. أرض الباطن ما كانش زي تاعها. وعد رئيس الجمهورية قد تحقق، الحر أنجز وعده بأنه ما يسمح في حتى جزائري ولو كان حراك. أجواء جيدة اتسمت بها العملية التي سارت بالشكل المطلوب. اليوم تنقضي مدة الحجر الصحي للوافدين واللي كانوا عالقين على مستوى دولة قطر، عددهم 203. تم توفير لهم وسائل النقل، الرعاية الصحية، أيضا المرافقة النفسية. كان في أيضا تغطية أمنية لهؤلاء المحجورين. كانوا خايفين شوية، كنا نراسلوهم من ذاك، كنا نحاول نسمعوهم، لأنه ما معلوم أنه الحجر الصحي مش سهل أنه تحط إنسان في حجر صحي، فكانوا دائما يجوا، كنا نحاولوا نعالجوهم من الجانب الطبي والجانب النفسي. للإشارة، كانت مستغانم قد استقبلت أزيد من 1400 شخص كانوا عالقين بكل من فرنسا، إنجلترا، وأوكرانيا والبرتغال. وحول تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار مستجدات الوضع الصحي في البلاد بالمؤشرات والأرقام. نتابع. المؤشرات العامة التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة أن 529 حالة جديدة، 348 حالة استشفاء جديدة، 429 حالة تماثلت للشفاء، 60 مريض في العناية المركزة و9 وفيات.
مع تسجيل 529 حالة جديدة يصبح المعدل ب 1.2 حالة لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة، علما أن 28 ولاية سجلت أقل من 10 حالات و20 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الحالات التي توفت، أن 9 وفيات جديدة رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة. أما الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم وصل إلى 348 مريض. أما الحالات التي تمثلت الشفاء حسب المعايير المعتمدة عددهم 23,667، منهم 429 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. ما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 60 مريض في العناية المركزة. في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، قامت المصالح الإدارية لرويبة بخرجات ميدانية قصد مراقبة مدى تطبيق أصحاب المحال التجارية للمعايير الاحترازية ومدى التزامهم لقواعد شروط النظافة. وهبة دنداني. هي بعض التجاوزات التي يقوم بها أصحاب المحال التجارية والمخالفة للتدابير الوقائية والاحترازية ضد كوفيد 19. أنا نشوف الناس يمدوا ساندويتشات والآخر ويأخذوهم أمام المحل وبدأ يأكل ويديروا تجمعات ويقعدوا ثلاثة أربعة داخل المحل، وهذا من بعد ممنوع. كما لاحظنا قبل كان هو كان الكمامة تاعو كانت هابطة والمشتري كان هابط ويمشي وياكل في الطريق. احنا لا ما قلناش هذا الاخ، احنا قلنا باللي عن طريق الاخذ ما ياكلش. انا عندي هنا المفتشية الإقليمية للتجارة التابعة للمقاطعة الإدارية لرويبة تعمل أيضا على مراقبة مدى احترام أصحاب المحل لقواعد وشروط النظافة. لاحظنا باللي كاين بيدن انت لوشوا لا منتهية الصلاحية، رانا استدعيناه للمصلحة المفتشية تاع الرقابة لرويبة باش ناخذوا ضده الإجراءات اللازمة. عدم احترام شروط النظافة، نقلنا بلي هذه اللي شيت شوفوا المسخين، هذا الكامونبير لمنتهي الصلاحية، شوف واش داير، وهذايا هذا مرقاز مجهول المصدر. كان ماذا بينا يكون عندنا دي سيرتيفيكا ولا انا بون داشا ليبين المصدر تاع هذا اللحم. تكتيف الخرجات الميدانية للجنة التفتيش أسفرت منذ جوان المنصرم على غلق 240 محلا تجاريا و950 تدخلا حفاظا على صحة المواطن. وتحسبا للفتح التدريجي للمساجد في الأيام المقبلة بعد استكمال الظروف الملائمة لإقامة الصلوات، يعقد الأئمة آمالا على المصلين للالتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على الأرواح. عمر بعلي. استعدادات لإعادة فتح بيوت الله للمصلين مجددا بعد الغلق الذي فرضته الجائحة لمدة 5 أشهر كاملة. هذه الإجراءات عندهم في المداخل المساجد كاين أجهزة التعقيم، يعني اخترنا أجهزة التعقيم وهذا بجهود المحسنين وجهود يعني جمعيات خيرية. كذلك وضعنا لافتات في البساط في المساجد التي لا ينزع بساطها، يعني حتى لا تهدر الأموال، لأن البساط في بعض المساجد التي بساطها مثبت وبالتالي لا ينزع ولكن يكون تعقيم بعد كل صلاة. أما المساجد التي استطعنا بنزع البساط تنزع البساط. كذلك هناك إجراءات وقائية عدة بينها مسافة التباعد اللي هي متر ونصف، ووضعنا لافتات وين يضع المصلي السجاد الخاص به الفردي، وهذا إجباري على كل مصلي أنه يقتني معه سجاد فردي. كذلك يكون متوضي حتى في البيت تاعو حتى يعلم المصلون أنه بيوت الوضوء للمساجد أنها تبقى مغلقة. إذا اشتبهنا في واحد أثناء الصلاة المنظمون يبقون دائما لا يصلون حتى تتم الصلاة، لكن يأخذون المريض المشتبه فيه جهة العزل هناك ويتم اتصال بالإسعاف. أمل كبيرة يضعها الأئمة على عاتق المصلين بعد عودتهم للمساجد باتباع الإجراءات المفروضة لجعل المساجد مكانا للحد من الوباء لا لنشره. المصلين أن يلتزموا بالأخلاق التي حثهم عليها الإسلام، يعني المسلم مطالب إذا دخل بيت الله تبارك وتعالى أن يتحلى بأداب المسجد،
هذا في الحالة العادية، فما بالك ونحن نفتح المساجد في هذا الزمن اللي هو زمن وباء. فلابد أن تكون درجة الوعي ودرجة الاحتياط ودرجة التنبه أكبر وأعلى. تنموياً وبعد معاينة ميدانية لمختلف المشاريع السكنية وتحديد أسباب التأخر المسجل بعدد منها، اتخذت المصالح المختصة بقسنطينة إجراءات استعجالية بهدف تسليم المساكن المنجزة لأصحابها في أقرب الأجل. زكريا تهامي. تشهد بعض المشاريع السكنية المتواجدة بالتوسعة الغربية والجنوبية بالمقاطعة الإدارية لمنجلي بقسنطينة تأخراً في الأشغال، ما دفع السلطات المحلية للقيام بمعاينة ميدانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع العراقيل المطروحة. سكن على الأقل الواحد يخلي وليداته يسترهم، والمواطن الجزائري عنده انشغالين، العمل والسكن. تعهد أنه خلال شهر سبتمبر نكونوا مدينها. راكم معايا وراكم تشوفوا الإشكالية التقنية اللي راها مطروحة قبل ما تدخل الناس للمدرسة، قبل ما تدخلوا للمدرسة، قبل ما يدخلوا الأولاد للمدرسة تكونوا أنتم ساكنين هنا باش كل واحد يعرف وين يدرس ولده. المشاريع محل المعاينة تضم أزيد من 5000 وحدة سكنية، ما سيحل أزمة عدد هام من العائلات التي تنتظر هذه المشاريع بقسنطينة قبل الدخول الاجتماعي المقبل. وبخصوص الوضعية الوبائية في العالم، تخطت الهند عتبة المليوني إصابة، منها 41 ألف حالة وفاة. هذا فيما تبقى أمريكا بجزئيها الجنوبي والشمالي أكثر القارات تضررا من الجائحة، حيث سجلت الولايات المتحدة أمس أزيد من 2000 هالك، وهو رقم لم تسجله البلاد منذ 3 أشهر، لتصل حالة الوفيات بها إلى 160 ألف. البرازيل من جهتها أحصت 98 ألف وفاة ونحو 3 ملايين مصاب، فيما سجلت المكسيك 50 ألف هالك. أما القارة السمراء فقد تخطت عتبة المليون مصاب، نصفهم بجنوب إفريقيا مع تسجيل 21 ألف حالة وفاة. في الشأن الفلسطيني، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية عدة غارات بقطاع غزة استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس، مخلفة خسائر مادية معتبرة دون تسجيل إصابات. هذا ويشهد القطاع المحاصر منذ 13 سنة يشهد سلسلة من الاعتداءات اليومية تنفذها المدفعية والطيران الحربي الإسرائيلي. نختم بالرياضة، إذ ازدانت شوارع بلوزداد بالعاصمة مساء أمس بالفرحة التي صنعها أنصار فريق شباب بلوزداد احتفاء باللقب السابع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث أضاءت الألعاب النارية شرفات العمارات ابتهاجا بالتتويج. بقي الآن أن نذكر بالعناوين. هزة أرضية بولاية ميلا صباح اليوم بشدة 4.9 على سلم ريشتر، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر كلا من وزير الداخلية ووزيرة التضامن الوطني بالتكفل بالمتضررين جراء الزلزال. وصول أولى المساعدات التي أقرها رئيس الجمهورية إلى العاصمة اللبنانية، أين حطت الطائرات العسكرية الأربع التابعة للقوات الجوية الجزائرية محملة ب200 طن من المساعدات الإنسانية. وكما تابعنا في النشرة، 100 مواطن يغادرون المؤسسات الفندقية بمستغانم بعد انقضاء فترة الحجر، وتواصل عمليات المراقبة والردع للمحال التجارية المخالفة للإجراءات الوقائية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.